بقول لك يا بنتي يا فل، قولي يا ابله. شايفه البنتين اللي قاعدين هناك دول؟ هم الصراحه امارات، عاجبينك؟ شكلهم يا بنتي يجي منهم. وعرفتي ازاي؟ انا ليا نظره في البنت، ابص كده في وشها اعرف كل حاجه. حاكم البنات والستات بيبانوا من عينيهم. في واحده عينيها كلها حزن وكآبه، وفي واحده عينيها كلها دلع وشقاوه. عارفه يا بنت، الرجالة ما يحبوش الست الكئيبة النكادية ولا الزنانة، يحبوا البت كده تبقى فرفوشة ونعنوشة ونغنوشة. أصل الرجالة دول عاملين زي العيال الصغيرة. أستاذة يا أبلة، فين يا أخويا الكاتشب؟ كل مرة أجي أقول لكم فين الكاتشب. أستاذة يا معلمة والله. اسمعي يا فلة، روحي لغي البنتين دول وصاحبيهم واتكلمي معاهم وقولي لهم اللي هانم عايزة تتكلم معايا. ما تقلقيش عليا يا أبلة، ده أنا اللهلوبة بتاعتك، ده انا اللي بتعلم منك اصول الشغلانه وسر الصنعه سر التوخه. حكيم انت يا بنت ايه؟ بكاشه، اكتر واحده بتضحكني في البيت كله انت، واكتر حاجه بحبها فيكي انك بتسمعي كلامي كده غمضي. طبعا يا ابله، اصول الشغلانه اني اقول حاضر ونعم. صح يا بنت، كفايه رغي بقى وميكانيكا فاضيه، خدي بعضك يلا وقومي اتكلمي معاهم وحطي لهم السم في العسل. وهقلمه كمان يا ابله، عدي على ساعتك 3 دقايق يكونوا عندك ويكونوا تحت رجليك. يوه نسيت البس الساعه. تصدقي، اسمعي يا بنت، فكريني بقول لابو فراس وهو جاي يجيب لي ساعه الماس. عينيا الاثنين يا ابله. تسلم عينيكي يا اختي. بنت ايه يا ابله؟ شكلك يا بنت اتغير كده ليه؟ اسمعي، انا هوديكي للزباين اللي بيحبوا البنات اللي شكلها هندي. حكيم انت شكلك قلب هندي. هندي ولا فرنساوي؟ بحطت ايدك يا ابله. يلا يا بنت على وضعك، اخلاص. عليا. الله يجازي شطانهم، خلي الواحد يسخن. كاسمع ليك. شكرا. على فكرة ده بارت 1، ده انت لسه بقى ما شفتش الجزء الثاني، تحفة عندنا عشان لو تحب تتفرج عليه. أنا مش مصدق نفسي. أنا كمان ما صدقتش نفسي لما شفته. معقولة؟ معقولة ده معالي الباشا؟ صحيح، كيوبيد ده سافل ما بيرحمش حد. أنا آسف إن أنا جرحت مشاعرك بالمشاهد الفجة دي، بس هنعمل ايه بقى؟ معالي الباشا طلع راجل خلبوص. غير ما بيبان خالص في صوره في المجلات والجرايد، يعني الوقار والهيبة. هو صحيح انا بشتغل مع معالي صابر باشا، لكن برضو احنا مصريين زي بعض. قولي بقى انت مين بتشتغل مع مين؟ اللهجة كده مش عجباني، كمان حاسس ان السؤال مش مظبوط قوي، ومع ذلك هجاوبك عليه. تقدر تعتبرني فاعل خير، رسول، في ناس وحشين بعتني ليك. والناس الوحشين دول بقى طلباتهم ايه؟ ايوه هو ده بقى السؤال الصح كده. طيب نخش بقى في الجد. يعني ايه اشجان؟ ناس اجانب وسود بيطلعوا ياخدوا شنط ويمشوا، المهم الشنط دي فيها ام مخدرات ولا ما فيهاش؟ لا اله الا الله يا باشا، اكدب عليك يعني عشان تصدقني؟ وعليا نعمل اللي انا شفته قلته. اشجان؟ نعم. كلام الحمصي ده ما بياكلش معايا. تتشقلبي تقب وتختصي، المهم تعرفي لي الشنط دي فيها حشيش ولا ما فيهاش؟ اوامرك سيادتك، بس لمؤاخذه يا باشا، يعني لمؤاخذه يعني انا ليا طلب عند سيادتك، يعني لو ما فيهاش رخامه اعزن الناس دي بتتاجر في الحشيش. اعزن؟ اه اعزن. وسيادتك يعني قفشتهم ومتلبسين كمان ووديتهم ورا سبع ارض. يا باشا الناس دي مش هتسيبني، وانا ماليش ظهر لا مؤاخذه. اتاكدي لي انت من اللي انا عايزه، وساعتها هبعتك تشتري اي حاجه من تحت. يا باشا ده البقين دول لا مؤاخذه، يعني الفيلم الهابط ده يخيل على ناس زي دول؟ دول يفرموني يا باشا، يفرموني. جربت في ايه؟ قلت لك انا هحميكي. أوامرك يا باشا، لو إنها شكل أنا اللي هلبس أسود في الآخر. بقولك أحبسك من دلوقتي. لا يا باشا، أوامرك يا باشا، أوامرك. أنزل يلا غوري. حاضر.
ايدك عيب. خدي ده نصيبك. كم دول يا باشا؟ انت مالك يا بنت؟ هتعد ورايا ولا ايه؟ اللي ادهم لك تاخديهم من سكات. ما قصدتش يعني يا باشا، انا يعني بسال بس من باب العلم بالشيء. الله مخزيك يا شيطان. اسمعيني كويس، انا عايزك اليومين دول تقللي خروج شويه، حركي من البنات اللي حواليك وكن انت في البيت لغايه ما الحكايه دي تهدى. اوامرك يا باشا. تعبان محتاج ارتاح. انا عايزه افهم بس، انت قلقانه من ايه؟ هي اول مره؟ انا كل اللي طالباه منك انك تطمني وتركزي في حبلك ده. عيب عليكي، ارمي الاحمال على اشجان وانا شايله يعني، ده انا تربيت 100 عقبه يا ولد. صدقي وتامني بالله، انا بقيت اكبر ديرر في المهندسين، ما في حد يعرف يدب رجل في المنطقه بتاعتي. امال ايه؟ عارفه العيال بتضرب بودره؟ بطلوا وبياخدوا مني حشيش. العيال بتضرب ماكس؟ ماكس بطلوا بياخدوا مني حشيش. يوريها اشجان الحشيش من ايدك عسل 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 ملوش حل، بنعمل دماغ كده من غير ما نرول. يا بنت اللعيبه ده انت بقيتي استاذه. عيب عليكي. تمام يا ست الديرر، انت هتوصلي الحاجه بسرعه وتجي لنا عشان عندنا النهارده عزومه بالليل ومفيش حد بيشرف عليها غيرك، وهتقفي مع الطباخين. وعليا النعمه من نعمه ربي، انا لولا بس تصريف البضاعه دي النهارده انا ما كنت سبتكم ولا خليت حد غريب يدب رجله في البيت ابدا. معلش خلاص انت بس مشوارك وتعالي قبل الطباخين ما يجوا عشان ابقى مطمنه. روحي يا شيخه، الله ربنا يطمن قلبك، ما تقلقوش انا هنجز واجي لكم في الهوا. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. عارف لولا البت اشجان دي علينا المره اللي فاتت كان زماننا رحنا في 60 داهيه. ده احنا زعق لنا نبي. ايوه والله. صحيح ما قلتليش، قولي هو انكل محمد سافر ولا لسه؟ لسه متداري في عزبه بشند، مستني لما طلع له الباسبور المضروب عشان يهج على بره. ربنا يستر علينا احنا بقى، احسن البوليس مركز ومفتح عينه على الاخر. واحنا مالنا احنا؟ وبعدين اللي معاه اشجان ما يبقاش قلقان، انا بقول حكم اقسم بالله. هي هتلبس الليله واحنا في السليم. بس تخلي بالك احنا لازم نخلص من البضاعه اللي هنا ونشوف لها مكان تاني. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، انا شفت شقه كده تنفع مخزن وبكره حمد العقد. قول والله. والله الحمد لله، بجد طمنتني، انا كنت قلقانه جدا. انا عالمي خلي بالك. طب بقول لك ايه، قوم بقى شوف لي المسلسل بتاع ذا بولد لحسن هجاني، لسه شوف اللي هيحصل النهارده في الحلقه ايه. حبيبي قلبي. السلام ليه بترعش كده؟ ليه في ايه؟ انا قلقانه كده ليه؟ هو انا مالي؟ مش هم اللي عملوا كده في نفسهم؟ قطيعه تقطعهم. هم لو ما كانوش بيبيعوا الحشيش ده لايح وكان عندهم ضمير ما كانش حصل اللي حصل. ولو كانوا زودوا نسبتي كان ايه اللي حصل يعني؟ ما كنتش عملت فيهم كده ولا امشي في الحرام. هعمل ايه طيب؟ وحشيني العشره برضو ما تهونش غير على اولاد الحرام. بس هنقول ايه؟ المشي البطل اخره كده، هنعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، بوظتوا البلد.
ايه هاني اللي هبرته ده؟ خير يا فندم، في ايه؟ انا طلبت منك تراقبه بس يا بيه، مش تصورهولي وهو نايم مع نسوان؟ يا فندم اكيد في سوء تفاهم. طبعا في سوء تفاهم وكبير لدرجة ان بلده وقفت المحادثات مع الخارجية بتاعتنا. لا يا فندم ارجوك اشرح لي. قبل ما اشرح لك لازم كل النسخ اللي مش شريط دي تتسحب من السوق وفورا وبمعرفتك وتحت اشرافك. مش كفايه المصايب السوداء اللي في دماغنا؟ يا فندم حضرتك عارفني كويس قوي، انا ما بعملش غير الاوامر. ما هو ده اللي هيجنني. اقسم لك بالله، اقسم لك بالله يا فندم ما عملت حاجه غير ان انا راقبت تحركاته الخارجيه. امال التحركات الداخليه اللي في الشريط دي مين اللي صورها؟ انا متفاجئ زي حضرتك بالظبط يا فندم. هاني قدامك 48 ساعه تكشف لي الموضوع ده وتتصرف، ولا اعتبر نفسك في موضع اتهام. اتفضل. بعد اذنك يا فندم. والله ما انا مصدقه نفسي، ده يا اختي بقيتي عامله زي بتوع السيمه. ما تعملي الفوازير يا اختي، ده انت اتغيرتي خالص. وانتوا زي ما انتوا، حتى الشقه المعفنه ريحتها زي ما هي. لسه كلسانك طويل يا توحة. وانتوا لسه ايديكوا طويله برضه. انت جاي تهزينا في بيتنا ولا ايه؟ استنى يا معتمد شوي. بقول لك ايه يا توحة، انت جايه ليه؟ ما هو مش معقولة يعني بعد الزمن ده كله تيجي تفتحي موضوع الفلوس تاني. الملاليم دي أنا خلاص استعوضت ربنا فيها، أنا جاية عشان أخد رشا. نعم يا أختي، تاخدي مين؟ تاخدي رشا؟ ليه؟ وإزاي؟ أخدها تعيش معايا وأدفع لكم اللي أنتوا عاوزينه، أشتريها. إيه؟ 20,000. 20,000 جنيه؟ انت هتقوم على القمه ولا ايه يا راجل؟ انت بتخلص خالص. 20,000 ده يا حبيبتي؟ انت ناوي تشتري شقه ولا عربيه؟ دي ضنايه وما فرطش فيها ولو بكنوز الدنيا. يا سامي يا بنتك هتعيش معايا احسن عيش، هتدخل احسن مدارس. اللي انا هعمله لها ما تقدريش انت عليه ولو بعد 100 سنه. ولو دفرها عندي بالدنيا كلها. 30,000. 30,000 جرايه يا بنت انت، انت طرشه ولا ايه؟ 40,000. لا طرشه وقلنا ماشي، داخل بعيده كمان، لا بتفهم ولا بتحس. 50,000 وده اخر كلام عندي. موافقين 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 يا راجل انت يا ناقص. عايز تبيع بنتك يا خسع؟ طبعا، عشان تاخد الفلوس وتصرفها على كيفك ومزاجك. اسمعي يا بنت انت، انت احسن لك تطلعي دلوقتي بهدومك، والا خصما اعظما اديكي علقه واعمل لك فضيحه وخرجك من هنا ملط. هدي اعصابك يا ساميه وفكري كويس، ولو غيرتي رايك الكارت بتاعي اهو. خليهولك يا حبيبتي، ولا اقول لك اعملي حجاب احسن وحطيه تحت باطك. اهو يا عم جبت لك طلبك، شريط من ابو خمسه، انما ايه هتبوسني عليه؟ حبيب حبيب قلب دلع نفسك. حبيب يا باشا ما تاخرش، يلا يومين وتيجي. حاضر. هاني باشا، هاني باشا عمنا وعم المنطقه اللي اتصيطنا كلنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ انت مال وشك مخطوف كده ايه؟ ماما حصل لها حاجه؟ مفيش حاجه، ماما كويسه. عندي مشكله في الشغل كبير. طب في ايه؟ خضتني، حصل ايه؟ عندي مصيبه قايمه، من غير ما ادخل في تفاصيل كتير، واحد عربي كنت براقبه اتعرض له شريط فيديو وهو نايم مع مومس، والقيادات بتاعتي فاكرين ان انا اللي عملت كده. يا نهار اسود. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، اديني بدور في الموضوع. بعدين المصيبه بقى ان انا سمعت ان في ناس شافت فعلا الفيلم ده. انت عارف الحاجات العربي اللي زي دي بتبقى قليله جدا، يعني لو نزلت هتسمع جامد. اه فعلا، انا سمعت ان في شريط جديد جامد قوي عربي. طب تعرف مصدره؟ هو ممكن يوصل لي، بس انا لحد دلوقتي ما شفتش حاجه. بس خد بالك احيانا الحاجات دي يعني بتبقى بوليكه، يعني على الفاضي تطلع اشاعات. يا رب يا رب. ايمن لو سمعت او شفت اي حاجه عن الموضوع ده اتكلمني على طول. حاضر. عيوني، انا اصلا عايز اتفرج على الشريط. انا هنتفرج عليه سوا. الجميل سرحان في ايه؟ ولا حاجة. أخبار البنات الجديدة إيه؟ فل الفل. الواد فخد عمل الواجب وزيادة وخارج يشكر فيهم.
انا حتى سايبه بيعض في كيلو عكاوي لوحده. والبت بازوكا قبلت الوضع الجديد ولا لسه؟ لا بازوكا قلبها خاشع من ساعه ما شافت حسام بيه، ما تلاقيش منها خالص. هما بس يعدوا شويه الزعل دول، العشره برضو ما تهونش الا على اولاد الحرام. نعم تقصد ايه يعني؟ لا والله مش قصدي القح بالكلام، هما بس يعني هياخدوا لهم يومين ثلاثه زعلانين على عشرتها معاهم يعني. انت برضو ما عشرتهاش زيهم. دي وليه ما يتزعلش عليها؟ وبعدين هما زعلانين على امهم يعني، دي ست سوا. بقولك ايه، فاكر لما سلمتني لحسام بيه؟ اهو السحر اتقلب على الساحر. اصلا الولايه دي مش كويسه من جوه، نيتها كده مش صافيه يعني، قلبها مش سليم. هي ست زباله اصلا، ما تعكريش مزاجك، هي غارت في داهيه. اسمع انا عايزه البيت ده يمشي كل حاجه زي ما كانت ماشيه فيه بالظبط. البيت ده من هنا ورايح له صاحبه تمشيه، والكل يمشي بامري، ستات ورجاله. ماشي ماشي يا ابلطوحة. هاتي اخويا نفس. مات. يعني ايه مش لاقي الشريط؟ والله العظيم يا فندم دورت عليه كويس قوي، مفيش اي حاجه من المواصفات اللي حضرتك قلتها. هاني انت مش غبي، والوقت قريب كنت بقول عليك من الكفاءات اللي ليها مستقبل كبير، لكن لازم تفهم ان الاهمال عندنا هنا زيه زي الخيانه. انت ممكن ما تكونش استخدمت الشريط ده لابتزاز الراجل، لكن في النهايه الشريط خرج من عندك انت. والله العظيم يا فندم ما صورته اصلا، انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا راقبت تحركاته الخارجيه زي ما حضرتك قلت لي. هو في حد غيرنا كان بيراقبه او يعرف انه موجود في مصر اصلا؟ احنا والخارجيه يا فندم. الخارجيه لما بتعوز اي حاجه بتلجا لينا احنا، لان ما عندهمش نفس التخصصات اللي عندنا. فندم يبقى كده يعني الراجل عامل الموضوع ده تلكيكه عشان يبوظ اجتماعه معانا. جانيت مشيت فجاه وبدون اي مبرر، ودلوقتي موضوع الشريط، مش يمكن تكون انت صورت جانيت وابتزتها عشان كده مشيت؟ يا فندم ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ما تدافعش عن نفسك تاني، زي ما قلت لك الاهمال زيه زي الخيانه عندنا. اعتبر نفسك موقوف عن العمل لحد ما تنتهي التحقيقات اللي انا اعتقد ان هي هتبقى مش في صالحك. خساره يا هاني خساره. انا مش فاهم ليه عملوا معاك كده. عادي يا باشا بتحصل. ده تعسف. ايه سبب القرار؟ محدش فاهم وانت مش عاوز تتكلم. لا انا اول ولا اخر واحد ياخد اجازه يا باشا. انا عمري ما اتخيل ان انت تعمل حاجه غلط، والاجراءات اللي بتحصل ما بتحصلش غير لما بيتثبت على حد حاجه شمال. ربنا يستر وتطلع حاجه بسيطه. انا همشي. عاوز مني حاجه؟ عاوزك تقعد وتتكلم وتقول لكل الناس اللي بيحصل. اقول الكلام فات. انا مش فاهم ايه اللي دخل اللي حصل بعلاقتنا يا هاني؟ انت فاهم اللي حصل ده معناه ايه اصلا وانا مش فاهم؟ ما قلت لك مش فاهم، اتفضل فهمني. انا ممكن اترفع دريم، والمصيبه الاكبر ان انا ممكن اتحبس اساسا. وليه التشاؤم ده بس يا حبيبي؟ مخلي عندك امل في ربنا، وحتى لو ده حصل انا ايه علاقته بيا؟ بص يا بنت الناس، انا بحلك من اي ارتباط بيني وبينك، وبعذرك من اي حرك في الدنيا. امسكي. او انت فاكر انا ارتبطت بيك عشان النجوم اللي انت معلقها على كتافك؟ تبقى غلطان يا هي. انا ارتبطت بيك عشان بحبك، عشان نفسي اكمل حياتي معاك. كل الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا ليه لازمه لو اتحبست او اترفعت؟ وبعدين انت فكرك ايه؟ ابوك يعني اللي هيسيبك جنبي لغايه ما اصلح اللي هيبوظ من حياتي اللي انا اصلا ما اعرفش هو ايه؟ وبابا ايه علاقته باللي حصل؟ سواء كملت في الشغل او سبته انا معاك برضه. يا بنت الناس انا لو اترفدت ودي اقل حاجه ممكن تحصل لي، ممكن اقعد سنين ما الاقيش شغل. هستحملك. عارف ليه؟ عشان بحبك. انا ما اقدرش اتخيل اصلا حياتي من غيرك. لو انت فكرت في كده يا هاني يبقى ما حبتنيش. انا ما حبيتكيش يا ريم؟ والدليل على كده كلامي. انت عارف كده معناه ايه؟ معناه انك ما تعرفنيش. انا ممكن اتخيل اي حاجه في الدنيا، بس اني اسيبك لا. عمري ما هخلي اي حاجه تخليني اسيبك يا هاني. طب يلا انت دلوقتي بس وبعدين نتكلم، ما تتاخرش. يلا 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 بسرعه 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 بسرعه.
ازيك؟ ازيك انت؟ كل ده تأخير؟ تأخير ايه؟ احنا بناخد منك الشرايط وهم يومين بالعدد وبنرجعهم تاني. وهم يومين دول شوية؟ وحشتيني. لا 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 انا ما احبش كده. اقف مع ابوك اتكلم عادل، انا بنت الناس قوي، ممكن اوقفك عند حدك على فكرة. اخص عليكي كده، تظني فيا الظن ده؟ ده انا بعبر لك عن شعوري، وبعدين يعني انا جايب لك هدية صغيرة يا رب تقبليها مني. تيجي ماشي مادام بتعبر عن شعورك بقى، بس دي بمناسبة ايه؟ بصراحة يعني انا معجب بيكي. بقول لك ايه، خد حاجتك وحاسبني يلا عشان عايز امشي. لا 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 تمشي ايه، انا مش صدقت شفتك، انا عايز اقعد اتكلم معاكي. يا خرشي لا، ما يصحش حد يدخل كده يشوفني كده يجيب صورتي كده وانا كله الا سمعتي. فشر اللي يجيب سمعتك وانا موجود، وبعدين المنطقه منطقتنا يعني امان. لا مؤاخذه يا استاذ ايمن، الاستاذ سمير في الدور الرابع اشتكى من الاسانسير وعايز يتكلم معاك. طيب طيب يا عم ادريس، يلا روح انت دلوقتي وانا هاجي وراك. يلا يلا اتفضل. انت طلعت بتصلح اسانسيرات؟ اسانسيرات ايه بس، انا صاحب العماره، بس كل شويه السكان يعني يطلعوا لي مشكله شكل عشان يعرفوني. شويه عايزين نغير مواسير الصرف الصحي، شويه عايزين نغير لمض السلم بدل اللي اتحرقت، هم دلوقتي طالعين لي في موضوع الاسانسيرات ده. انت صاحب العماره؟ اه. طب مراتك ليه ما بتشوفش هي احوال العماره وانت تركز هنا في المحل؟ انا مش متجوز، بعد الشر عني. طب بقول لك ايه، خلصني بقى انا عايزه امشي. يو خدتني في دوكه، قلت لي كنت عايزني في كلمتين. خير؟ ايوه بصراحه انا عايزه اتكلم معاك كتير. لا عيب، ما يصحش. ما يصحش ايه بس؟ طب نروح نتكلم في اي مكان بره، ولما حد يشوفني بقى يبقى انا شكل ايه ساعتها؟ هما ربع ساعه مش هنتاخر، كلمتين كده في السريع. تكسفنيش بقى عشان خاطري. صعبت علي، اشوفك بكره على نصيه الشارع وما تتاخرش. اتاخر ايه بس، ده انا هستنى على الناصيه من دلوقتي. طب يلا حاسبني عشان ما اتاخرش. اراك غدا. وحش المدينه. الله، طب ما هي لازم تعمل كده، بتاه ولا مش بتاه؟ حوشي يا اختي، حوشي حوشي ابنك اللي ما بيطلعش من حضنك، ما بتقدريش تفرقيه يا اختي. لا يا اختي بيطلع من حضن، بس لما بيطلع من حضني بيروح على حضن امي وبيتعامله احسن ما انا بعامله. وبعدين هو انا دايره ليه على كعب رجلي؟ مش عشان اصرف عليه، لكن تيجي واحده في الاخر ماليش بيها اي صله وتقولي هات ابنك وادفع لك فيه فلوس؟ لا يا اختي ما يجوز. وهي يعني رشا دي هتعذبها؟ دي هتجيب لها احسن اكل وهتلبسها احسن لبس وهتعملها احسن معامله. بنتي يا خوخ، يعني انت عايزه تحملي وتتعبي وتولادي وترضعي وتيجي واحده في الاخر تقول لك هدفع لك فلوس واخد ابنك؟ ليه؟ ما خلاص بقى انت وهي، انتوا ايه عاملين عار المجلس عليا النهارده؟ اسكتوا شويه. عندك حق. المهم يا بنت يا خوخ، قولي لنا يا اختي بقى، كنت مختفيه فين يومين اللي فاتوا؟ اسكتي يا اختي، اسكتي يا بنت على حصل لي. ستيتو اللي بشتغل معاها قالت لي تعالي يا بنت هتهربي معايا الماظ. الماظ يا بنت؟ الماظ؟ اه يا اختي. وبعدين؟ قلت لها ماشي، فاكره بقى ان انا هاخد شويه الماظ كده احطهم في عبي وخلاص قضيت. طلع ايه بقى يا اختي؟ طلع ان انا احط الالماظ ده في بطني. يعني ايه يا اختي جوه بطنك دي؟ جوه بطنك يعني ايه يا بنت؟ يعني هتبلعي الالماظ يعني تحطيه في بطنك؟ وعامله لي فيها بس انك فاهمه كل حاجه. لا، حطه في بطني بس بطريقه معينه يعني. طريقة معينة؟ ولا كبرنا يا اختي وعرفنا الطريقة المعينة؟ كملي وبعدين. يا نهار اسود يا بنت، وعملتي كده؟ اه يا اختي. وبعدين؟ عملت كده ورحت للراجل الكبير، قال ايه؟ قفلت معاه اسلمه البضاعة وهو واقف قدامه. وسلمتيه ايه تاني يا مخبلة مع البضاعة؟ ده انا كنت هموت من الوجع، كانت مصاريني هتطلع مني. وبعدين ما عرفتش اطلعه ازاي، راح بعزم ما فيها بنت يا توحى مديني بالبوكس لغايه ما نزلت البضاعه مني. وبعدين ايه بقى، بعد ما نزلت البضاعه ضيفني يعني وكرمني الحياه وجاب لي كده معزه مشويه ولا محمره مش فاهمه، كنت عيني هتطلع عليها، بس ايه كنت هموت من الوجع، هموت. مصاريني كانت طالعه مني وبصرخ وحالتي كانت كرب.
يا نهار اسود ومنيل، ده اللي بسمعه ده يشيب شعر الراس. وانت كمان يا غندوره يا حلوه، كنت فين يا اختي غطسانه اليومين اللي فاتوا؟ انا يعني كنت هكون غطسانه فين؟ بلف بالبضاعه الزباين. والنبي شكلك كدابه، كعب رجلك المقشف ناعم، وشكلك حطيتي كريم، ووشك الحلو ده زواق احمر واخضر من امتى؟ جرايبت يا توح، هو انت هتبنتي امي عليا؟ ما بقولك بلف على الزباين. الله، والنبي شكل الحكايه فيها انا وفيها راجل كمان. المهم يا بت، قولي يا خوخ. بتي يا خوخ، انت سرحتي في ايه بت؟ يا اختي سرحتي في ايه؟ كنت فين يا عين امك؟ سرحانه في راشا وفي منعم ابنك وفي ابني اللي كان نفسي اجيبه. ابنك ده ايه كمان؟ كنت هجيبيه منين يا بت بقى ابنك ده؟ من الشيخ حسن يا توح. يا دي الشيخ حسن، هو انت ما تعرفيش اراضيه فين يا بت دلوقتي؟ خلاص بقى يا توح، هتفرق ايه اراضيه؟ انا رحت في سكه وهو راح في سكه تانيه خالص. احسن، امال كنت عايزه تفضلي عايشه في الذل والفقر وقله الفلوس؟ قطع الرجاله عيشه تعصر العمر. مش بقولك الحكايه فيها انا وفيها راجل كمان؟ خليكي يا اختي انت وهي كده اهو، اقعدوا استهواكوا وحبوا لغايه ما تروحوا ورا الشمس. لازم تفهموا ان الراجل يعني فلوس وبس. يعني ايه اترفض؟ هاني انت بتهزر صح؟ ما ترد عليا، انت بتهزر؟ ده موضوع اهزر فيه. طيب يعني هم لقوا دليل عليك انك سربت الفيديو او صورته؟ لا. طيب على اساس ايه يرفضوك؟ على اساس ان الاعمال زي الخيانه. ماشي، كانوا ممكن ينقلوك يخصموا لك شهر شهرين، لكن رفض ليه؟ عارف انا اكتر حاجه خانقاني ايه وهتموتني؟ لا تشر عليك يا حبيبي. انهم نسيوا كل حاجه انا عملتها، نسيوا 6 سنين من غير غلطه، نسيوا ان انا اتصبت كذا مره عشان خاطر بحب شغلي وبحب البلد، وفي الاخر يرفضوني ومن غير دليل. هاني انت مش هتيأس صح؟ هتفضل واقف على رجليك لحد ما تلاقي خيط يوصلك اللي عمل كده. سألت كل المصادر اللي عندي، محدش يعرف حاجه عن الموضوع ده. طيب مش ممكن يكون حد من اللي انت قبضت عليهم وعايز ينتقم منك؟ لا، فكرت في الموضوع ده برضو، بس ازاي هيعرفوا ان انا كنت براقب الراجل ده بالذات اذا كان زملائي في الاداره ما كانوش يعرفوا؟ طب انت ناوي على ايه؟ مش انا اللي حنوي، ترى ابوك هيعينه على ايه لما يسمع الخبر ده؟ وبابا اصلا ماله باللي حصل؟ يعرف ولا ما يعرفش؟ انا ماليش علاقه. هاني انت حبيبي قبل ما تكون خطيبي، انا هفضل جنبك ومش هتخلى عنك، وحياتك عندي يا حبيبي ما كلام. انا هفضل معاك لحد ما نلاقي اللي عمل كده. هاني انا بحبك، والله العظيم بحبك. ربنا يشفيك يا حبيبي يا رب ويزيح عنك. ربنا يشفيهولك يا حبيبتي ويخليهولك وتشوفيه عريس ويبقى سندك وظهرك في الدنيا يا رب. ربنا يخليكي تستاهلي. خدي يا حبيبتي، خلي دول معاكي. السلام عليكم يا ابو الحاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامتك الف سلام. شكرين يا بنتي. تاخد مني الحاجه البسيطه دي؟ شكرين. ادعي لي والنبي يا ابو الحاج. حاضر. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. شكرين يا بنتي، ربنا يكرمك. وانت يا حلوه انا جايه. ايه الضحكه العسل الحلوه دي؟ وشك منور ما شاء الله، والله ربنا هيشفيكي هتشوفي هتبقي زي الفل. خدي عسل. خدي حاجه عوضك. ربنا يخليكي، ربنا يشفيها لك يا رب. عايزه حاجه؟ شكرا. يا رب والنبي تقبل مني يا رب، وسخرني ساعد الناس الغلابه والمحتاجين، يمكن اقدر اقلل عذابهم. يا رب انت اللي عارف وعالم بالناس كلها يا رب.
باشا يا خالتي. تسلم ايدك يا روح خالتك. اه كنت هنس بنتي يا اخوخه على فكره الاسبوع الجاي هتتجوزي. ايه يو مالك يا بنت اتنقصتي كده؟ هو في واحده لما تسمع خبر جوازها تتنقز النقزه دي وتتخض كده؟ دول البنات يا اختي بيفرحوا ويموتوا من الفرحه كمان ومش بعيد وي زغراته. لا خالص، بس يعني اتجوز ازاي؟ وبعدين العريس ده شافني فين؟ وانا مش هشوفه، مش هشوف يعجبني ولا ما يعجبنيش.